هل يجوز الاتفاق على عدم الإنجاب مع الزوجة الثانية والمبيت المتقطع والإنفاق في أمور محدودة أقل من الزوجة الأولى لبعد المسافة في الشر إذا كان عن تراض واتفاق، أم أن العدل في الإنفاق إجباري مطلق؟ هو يجوز للزوجة الثانية أن تتنازل عن بعض حقوقها في القسم في المبيت والنفقة، لكن أرجو أن لا تبتز هذا ولا يمس هذا نقطة يعني تجور بها على حقها وتستغل ضعفها وحاجتها. اعلم أنك موقوف ومسؤول من حيث المبدأ زواج المسيار وفقا لقرار المجمع الفقهي جائز، لكن مع الكراهة، مع شوب من الكراهة. ما هو زواج شرعي اكتملت له أركانه وشروط صحته، لكن تنازلت فيه المرأة عن بعض حقوقها في القسم في المبيت والنفقة، فاتق الله ما استطعت ولا تستغل ضعف المرأة وحاجتها إلى الرجل إلى أن تجعل من ذلك سبيلا إلى الاستطالة يعني على حقه، إلا إذا تأكدت أن هذا عن تراض وعن طيب خاطر منها تماما. أرجو ألا حرج، والله أعلم.